اهلا وسهلا بكل متتبعي قناة غدواني، مرحبا بالجميع، مرحبا بالتعليقات ديالكم. كنشكركم، كنشكر الجداد، الناس الجداد، الناس القدام، تحياتي متبادلة. الهدف من هذه السلسلة هو التعريف على المنطقة ديال قرب سد الوحدة والنواحي ديالها. كنشكركم على جميع الملاحظات والتعليقات، ان شاء الله يكون مستقبلا يكون شي حاجه مزيانه احسن من هكذا ان شاء الله بحول الله. هذه اول مره تجربه، ان شاء الله يكون خير ان شاء الله بحول الله. كاينه منطقه فيها ما يتقال، فيها بزاف ديال الحوايج، خاصها شويه ديال الوقت ان شاء الله بحول الله. هذه منطقه ديال المشاطه تبع المونيه جامعه كيسان اقليم تونس نواحي سد الوحده. تبارك الله، منطقه زوينه تبارك الله. الجرابي اللي تبارك الله ديال الشراربة، هذا جبل ديال التمر مزراس تابع للعزيين سلاس، قبيلة ديال سلاس، جماعة ديال الورزاق. هذه كاين هاد القبيلة وقبيلة ديال بنيوريا قال هنا، قبيلة سميها الواد المالح. هذه لوار تبع المونية. تبارك الله، الدنيا مخضرة، الدنيا مزورة. واحد ديال الايرون مان، هادو كنقول لها الحيوط قد قلنا واحد ديال الخشابين مع لويزا. هادي لنا واحد ديال الميزاب، وهادو اتجاه ديال المونية. تبارك الله، كاين الخير تبارك الله. العام كاين الزرع، كاين الربيع، العام تبارك الله زوين. هذه منطقة ديال المشاطة اتجاه ديال كعكس والهز. تحياتي لأبناء المنطقة والسكان ديال المنطقة ديال المشاطة وديال المونية. الناس تبارك الله كرام ومضيافين تبارك الله. هادي الهز، الهز هادي كنقولها الصيفة حنا. وهادي هاد الجبولة تما كتدخل المونية، لدور المونية مباشرة. هذا القز تبع المونية، وهادي كدي وادي البكر. هنا راه صورتكم بزاف ديال الفيديوهات من هنا، ان شاء الله مازال يكونوا فيديوهات اخرين ان شاء الله. هذا باب البغال، منطقة كتعتمد على الزيتون، على الاشجار ديال الزيتون، حبوب. هذه كعودنا اجد ديالنا كان هنا الشجر ديال الكرموس ديال العنب، شي كما موقعش حنا دابا. حنا وقعنا كما وقع لهذا الجيل ديال دابا، كنسمعوا شي حوايج ما كناش عارفينهم هنا كاع. دابا كنبقى ندور في الدماغ ديالنا، مكنعرفوش كيعاودو كان الخير تبارك الله. شحال هادي البلاصة كلها كانت هادي فيها الشجر ديال الكرموس وديال العنب. هذا الدلمان، دلمات ولا الدلمان بحال هكا، زعما راه ولات تسولي الأسماء ديال البلاد.